رغم برودة الجو والبرق والرعد، التقى حسام حبيب وزاب ثروت وكارمن سليمان جمهورهم في الجامعة البريطانية. كانت لنا لقاءات معهم جميعا، كذلك مع وليد منصور منظم الحفل اللي كان ناجح جدا مليئا بالانرجي، خصوصا ان اسماء المطربين تم اختيارهم بناء على فوت من الطلبة. خلال لقاءاتنا مع نجوم الحفل عرفنا من حسام حبيب شوية تفاصيل عن علاقته بشيرين عبد الوهاب اللي كانت وش السعد عليه، وعرفنا كمان ان اول اغنية للملحن مصطفى جاد اهداها لخطيبته كارمن سليمان كانت اغنية لمحمد حمائي. بالرغم من النجاح اللي حققه ألبوم فرق كتير، لكن كانت دعاية ألبومه ضعيفة جدا. ركزوا كل دعاية أونلاين، كانش في دعاية في ذكر، وده كان مطلب ليه، بدل ما يبقى الدعاية في الشارع ملهاش لازمة والأوتدورز تمنها غالي جدا، نركز ونعملها أونلاين علشان بتوصل للناس وبتوصل لحد عندها يعني. وعن علاقة حسام حبيب بالسوشيال ميديا، مش السوشيال ميديا خالص، أنا ممكن أخش أتفرج أكلي كده على فيسبوك، أنا مش أكتف خالص، طالع على إنستجرام ولا على أي حاجة، ولا بحط صور ولا مش أكتف، بس عايز أبقى بس مش شخصيتي، مش أنا. حسام حبيب حقيقة أزمة تصريحات شيرين ضد عمرو دياب. أصلا ما فيش أزمة ولا حاجة يعني، كل الموضوع سوء تفاهم، وأنا تلت وضحت قلت الحقيقة بس ما جاملتش حد يعني. فيديو كليب فرق كتير، ودوي كل ما غني مع شيرين كان من إخراج جون بيريز. يا حبيبي كل حاجة بحبها حبتها دي، حبيبي روحي ليل ونهار بتطمن عليك. وللمرة الثالثة حسام حبيب اختاره عشان يخرج له فيديو كليب جديد من ألبومه الأخير. لو كان بإيدي اختارك ثانية بدري واجيب أخبارك كان فرق كتير. انا صورت تعيش معايا في الجنه، وخلاص فوت في الايام دي مع جون بيريز، برضو المفروض ينزل الايام دي يعني الايام اللي احنا فيها دي. تعيشي معايا في الجنه تمليها.